فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يطلب النصيحة ويقول: هناك من يقوم بإلقاء دروس ومحاضرات في الشقق والاستراحات، فهل تنصحون بحضور مثل هذه؟ والله ما أعرفه، ما أدري عنه، وراء ما يلقيها في المساجد دروس في الشقق وفي الاستراحات هذه مشبوهة، ربما يلقي بها أشياء مشبوهة، فلا يلقي في الاستراحات ولا في الشقق، يلقيها في المساجد إن كان يريد نفع الناس، وإلا هذا يشتبه فيه. قل عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتسارون في شيء من أمور الدين فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.